السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا بأحدث فيديوهات هشام هاشم وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. في الحقيقة أن هناك العديد من الإخوان ترغب في تحويل مدونة أو الدومين من HTTP إلى HTTPS من أجل العديد من الأسباب، ولكن المشكلة التي يقع فيها بعد ما يقوم بتغييرها على HTTPS أن الإعلانات لا تظهر، لا في اليوم الأول، لا في الثاني، لا في الثالث، لا في الرابع، لا في الخامس، يعني تظهر وتختفي، وتكون هناك إعلانات يعني يكون اضطرابات في الإعلانات، وأحيانا لا تظهر بصفة كاملة. هذا طبيعي لأنك جعلت المدونة مسودة حين قمت بتطبيق العملية كاملة في بلوجر. طبعا تقوم بتطبيق عملية إرجاعها إلى مسودة، ثم بعد ذلك تقوم بتغييرها إلى HTTPS، بعدها تظهر عندك الأمور سليمة، ولكن الإعلان لا يظهر لأنك لم ترجع لنزع هذه المسودة. مثلا في هذا الموقع، مثلا أنا قمت بتوفير HTTPS للمدونة وأصبحت بهذا الشكل، تمام جيد، ولكن العملية التي قمت بها بعدها دخلت إلى إعدادات المستخدم، ثم في هذا المكان الخاص باستخدام مسودة بلوجر لا تجعلها، نعم اتركها لا، تمام اتركها لا، ثم بعد ذلك بارك الله فيك لن تظهر الإعلانات إلا بعد المراجعة، يعني تكون أنت جديد في على الأدسنس، يعني بعد المراجعة ربما ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف أو ربما نصف ساعة، تمام، أو بضع دقائق سوف ترجع الأمور كما هي. المهم النقطة التي يجب أن تركز عليها ألا تترك هذه، أن تكون مسودة، استخدام مسودة ألا تجعلها نعم، يعني قم باسترجاعها إلى لا كما كانت في السابق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.